رجعنا معكم لحلقة جديدة من ووك ثرو لإلدن رينج، معكم جيمي. يلا نبدأ. المرة الماضية خلصنا عند التشيرش أوف إلا، من هون بدنا نطلع تقريبا هون في عنا دنجن، بعدين بدنا ننزل طريق هون بدنا نروح البيتش، نروح مشوار في جاينت بنقتله، في كم شغلة بدنا نعملها وفي كمان دنجن. دنجن هاي نورث ايست، زي ما حكينا المكان معبى كيفز، معبى كاتاكومز، معبى دنجنز. ف طول ما انت ماشي راح تشوف دنجنز، لوت، بوسز، شغلات زي هيك، اي شيء بلمع مش غلط ناخده، خير والخير كويس. نيجي هون دنجن، دنجن هاي فيها غارغويلز شفناهم في الحل من حلقتين تقريبا لما عملنا الدنجن اللي جنبها. حط الفانوس، شوف شو في معانا، سكاكين، معانا بوندرت، راح يكون في واحد على اليمين. في عندنا الأخ، حكينا في فرق بين الكاتاكومبس والكيفز. الكاتاكومب البوس بكون ورا باب مسكر، عشان نفتح الباب هذا في ليفر، في دراع لازم نفتحها عشان نقدر نقتل البوس. هون في اثنين او ثلاثة، لو ركضنا هون راح يلحقونا. اوكي، واحد ثاني ما بده ينزل، حنلف له. هون في واحد على الحيط، المكان هذا زي ما شايفين هناك في عمود بيرمي فاير. استنى هون، خلصت الفاير، نركض واقف هون، في فاير تانية، نرجع نركض مرة تانية ناخذ لوت. هذا العمود تضرب واتاك راح ينزل. هلا في طريقة تانية تعمل فيها هذا الموضوع، لو معاي كروس بو او بو، لهلا ما معنا، بس لو انت واقف بعيد وضربته بكروس بو، بو بسهم يعني، راح تنزل، راح ينزل لتحت، فهي الفكرة انك تعمل له دمج. نركض، فوت يمين، تمام، كمان مرة ضلنا على اليمين نضرب ضربة، هيك بكون نزل. هون في أربعة أو خمسة من هدول، تبهوا منهم، إذا رجعت ضربته راح يرجع يصحى هاد، فانتبهوا. في كمان واحد، في كمان واحد، في كمان اثنين فعليا. تمام، ناخذ لوت، ناخذ الجلوفورت، هذول الوردات هذول نستخدمهم عشان نطور السبيريتس، فهذول بتشوفهم في الكاتاكومز في الاندر جراوند ارياز دائما، من هناك تلوتهم. طلع السلم، في واحد هناك قبالنا، ما بنضربه، بنضرب هذا اللي هون، هيعمل لنا فخ لانه تمام. كمل هون، في واحد، في واحد على الشمال اعتقد، شفتوه،
ناخذ اللوت، ناخذ الاشز. هذول بستدعي لك ثلاثة او خمسة منهم، ما بالمرة مش مفيدين. يعني انت بتطلعي في معانا خمسة سبيرتس، هذول بالمرة مش مفيدين. هذا الزلمة اللي كان مضرب علينا وما رضى ينزل، كنا احنا تحت، في كمان واحد هون تبهوا منه. لوت فول ليفر، وهيك بكون الباب تاع البوس فتح. البوس هذا واتش دوغ، بس مزعجة الحركة تاعتها، بطيئة، مستفز إلى حد ما، بس يعني شود بي ايزي دوبل. ضبط أمورنا من فوق جوا، نورجيكم السكيلتونز كيف بيشتغلوا. بدي بس واحد منهم يموت عشان تشوفوا كيف انهم راح يرجعوا يعيشوا. انتم شايفين هلكم صار واطي، هاي واحد مات او هلا مات. شايفين كيف بيطلع؟ بيطلع زي ضوء ابيض، هذا معناه انه حيرجع يعيش، بس ولكنه اكل ضربه فواحد منهم مات، الثاني هلا برجع بعيش. فالفكره انه هدول بضلوا موجودين. هاي رجع عاش بفول هيلث، محترم السكيلتون هذا. قتلنا الواتش دوغ، اعطانا كمان اش، بيجيب لك واحد من الثلاثه اللي سحبناهم قبل شوي، اللي اخذناهم مش مفيدين فما لهمش داعي. نرجع للانترنس، من هون بنروح نعمل كمان دنجن. ممكن نعمل ريست سريع. تمام، من هون بدنا ناخذكم مشوار على البيتش، على الشاطئ البحر. بالمناسبة وانت ماشي في الماب هيك في العالم راح تلاقي شجرة تعلق فيها لا راح تلاقي تمثال موجود فوق هناك، هذا التمثال راح تلاقيه في اكثر من مكان، لما تروح عليه تعمل له انتراكت. حاليا ما بقدر اعمل عنده شيء، بس في الطبيعي بتعمل عنده انتراكت، راح يطلع لك ضوء ازرق باتجاه، لما تروح بهذا الاتجاه بوديك على الدنجن. بس كونه احنا هلا خلصنا الدنجن فما بنقدرش نعمل عنده انتراكت. هاي هيك تب بسيطه. المهم من هون بدنا نكمل، بدنا ننزل تحت على الشاطئ. في قدامنا جاينت، ما عارفين كيف الجاينتس، تنتين هيفي تشارج اتاك، وقع على الارض هيد شوت، امورنا كويسه. بس بدنا ننزل عن الحصان لو سمحت. واحدة ماشي سير، انا على ورجي. الفكرة اللي كان يصير معاي هون انه هو ما عم بضرب هيفي تشارج هيفي اتاك، ليش؟ لانه انا كنت عم بركض وبضرب هيفي اتاك، هذا واحد من انواع الاتاكس. هلا احنا شرحناه قبل هيك، في عندك لايت اتاك وعندك هيفي اتاك، وعندك في ال1 لو انا حامل الشيلد بلوك وسبيشال الشيلد، طبعا في ستيب باك ولايت اتاك، في ستيب باك وهيفي اتاك، في رول هيفي اتاك، في رول ولايت اتاك. اللي كان يصير معي هلا انه انا قاعد بعمل تشارج، يعني عم بركض رن
لايت اتاك وفي رن شارج اتاك، فعشان هيك ما كان يضرب معي تشارج، كان هو اللي بيعمله بركض بيعمل هيفي اتاك. بس للمعلومات العامة. من هون بدنا ننزل على البحر، شايفين في قدامنا ضوء ابيض عم بيمشي، هذا عبارة عن شايني بول تكون مختفية موجودة في اكثر من مكان، بس تقتلها بتعطيك سميثينغ ستون او اش اوف وور. هلا راح نقتلها خلال دقيقة، بس في واحد نقتله ونرجع على الشاطئ ارجو. يعني تخيل انت قاعد في إلدن رينج على الشاطئ بتشوي سمكة زي هذا الشخص، طلع لك واحد من غامض علمه زي حالاتي وبس بقتله، يعني يعني مش منطق صراحة. احنا فاجأنا، هو قاعد بشوي الزلمة وحياته سهلة والدنيا جميلة، وبيجيك واحد من غامض علمه بنط عليه هيك فجأة بطلع من نوير وبقتله. فمنطق الجيم مرات مش منطقي. شايفين الخط، احنا بس بدنا نوقف الطريق اللي بيمشي فيه لانه راح يلف ويرجع زي ما انتم شايفين، وبيمشي بدائرة بيمشي مربع بيمشي بباث معين، بدنا نستنى يوصل عنا، هم قريب منا شوي. اتاك ناخذ من عنده اشوف فور. هاي المخلوقات اخطبوط الارض، اسمه لاند اوكتوبوس ليترالي اسمه اخطبوط الارض. هدول مؤذيين، هدول بيكونوا مؤذيين. الدمج بياكلوه لما تضربهم على راسهم، بس شايفين المنقار هذا راسهم، هون اعلى دمج بياكلوه. فللكاستر ممكن يكونوا صعبين شوي، حتى لا الميلي ممكن يكونوا صعبين شوي اذا مش عارفين وين السبيشال او وين الويك بوينت تاعته، فانت لازم تضربه هيد شوت. في كمان واحد زيه هون، هذا معصب. اوتش، اوكي. زي ما انتم شايفين هيفي اتاك ستاجر بموت. تمام، من هون نروح على كمان دنجن. هاي مدخل الدنجن من هون، بس قبل هيك بدنا نروح على البياع اللي موجود هناك، في عنده ايتم مهمة لازم اشتريها. بدي اشتري منك لو سمحت. شايفين هدول اللي هم بولاسز اسمهم، هدول ايتمز لو صار عليك بويزون عبى البار تستخدمها، بروح عنك البويزون هاي للبلاد لوس هاي للسليب. ف الكوك بوك اللي موجود عنده لك بس مربع راح تشوف راح يعطيك نيوترلايزنج بولاسز، اللي هو هدول الايتمز راح تقدر تعملهم كرافت، فهذا اشي مهم تشتري من عنده. تمام، من هون بنفوت الدنجن، دنجن سريع. جريس خليني اعمل ريست اشوف اذا بقدر ارفع ليفل. لا بقدر ارفع ليفل مش غلط، نرفع البقر. البقر حقيقة نوصله 20 او اكثر. نلبس الفانوس. دنجن هاي ديمي هيومنز زي اللي قتلناه مع باب الدنجن، مش المفروض يغلبوا. هون تحت في منهم مليان، فبدنا نعمله بدنا نقتل الكبير تاعهم. هيو هون تحتنا لوك بلونج اتاك هولدر 1، هذا اسمه بلونج اتاك، اللي هو واحد واقف تحتك بتنط عليه من فوق بتكون عامل هولد لار 1 او لار 2، هذا اسمه بلونج اتاك. في كمان واحد منهم اعتقد،
طيب احنا لو من فوق اخذنا طريق شمال راح نطلع من هون. لوت. هون في ام بي سي ممكن نستدعيه، ما ممكن نجيبه، نشوف شو بيعمل. ما استدعيته قبل هيك، خلينا نشوف شو كيف بده يساعد. هون في تو بوسز من هدول ما بغلبوا. اولد نايت هذا اول واحد فيهم، زي ما شايفين حط راسه ونام. هاي واحدة من ضربات الجرافيتي اللي حكيت لكم عنها. هاي اول واحد مات، ثاني واحد موجود هناك. خايف خايف. هيلاب. طيب وكون مات. ناخذ تيلرنج تول، سوينج نيدل. هذول اذا بتذكروا ات سم بوينت احنا كنا ماشيين كان في ام بي سي جبنا مش مبين عم بيحكي، هذول بتعطيهم اياه بيساعدك انك تظبط الاواعي اللي انت لابسها. بس كونها صارت النيدل معي هلا، انت عند اي بون فاير تقدر تغير شكل الاواعي. طبعا التغيير الوحيد اللي بتقدر تعمله هو اذا انت لابس باك في هاي الشريطه اللي لابسها، العبايه اللي لابسها، بامكانك تشيلها وبامكانك تخليها. هذا هو الاوبشن الوحيد اللي بنقدر نعمله، ما في اي اوبشن ثاني. فهو شيء ما لهوش داعي، الباك في العاده بحل الارمر اللي انت لابسه. تمام، ما بدنا نعمل تليبورت باك، بدنا نكمل دغري. في عنا واحد هون، ناخذ اللوت. هون راح يجينا اربعه مثلا او ثلاثه، مش متاكد. اثنين او اثنين، ليش اربعة وثلاث؟ ليش دائما بفترض الاسوأ؟ حيجينا اثنين. نطلع برا، صرنا على مكان ثاني. اذا بتلاحظوا الكهف اللي فوق راس الكاركتر بالضبط احنا فتنا هنا، وهذا المكان اللي كان في تحته البياع اللي اخذنا من عنده كوك بوك. طلعنا على الجزيره القبال، يعني احنا فتنا من هون وطلعنا من هون. هون في عنا دراجون كوميونيون تشيرش. شفت الدراجون اللي قتلناه من شوي؟ هذا الدراجون بس يموت بيعطيك ايتم، هي دراجون هارت، بيعطيك قلب الدراجون. ايش بتستفيد منه؟ تيجي على مكان زي هذا، هذا موجود في مكانين في الماب كلها، تيجي على مكان زي هذا بتصير تشتري الضربات تاعت الدراجون. طبعا هذا البيلد ممكن تشتغل عليه، هذا بده فيث واركين الضربات. بس يعني لو نيجي هون تشيرش اوف دراجون اكزامن، زي ما انتم شايفين عندنا الضربات، واحده بتصير تنفخ فاير. هاي الدراجون كلو هاي جيده ولكنها ريسكي شوي، خطيره شوي، لسبب انه انت هاي فعليا بتنط على التارجت اللي قدامك، تعمل اي او اي دامج، بس الاي او اي دامج صغير، الريكفري منها شوي بطيء. هاي الدراجون مو نفس هاي، بس انت هاي بتنط عليه بمخلب، هاي بتنط بتعض الانمي. كل واحده سعرها واحد دراجون هارت، كل دراجون بتقتله بعطيك سبلات جديده. فللمعلومات طبعا زي ما حكيت بدها اركين وبدها فيث. هون في عندنا ايتم على ما اذكر، في عندنا كمان شايني بول في مكان ما. انا سامع صوته، طبعا شايني بول انت بامكانك تسمع صوتها، بتحس هيك زي صوت جرس ايش زي هيك. تمام، من هون كوس الكيف خلصناها، بس بشيك النوتس سوري. اخذنا السومبر 1. اوكي هلا بامكاننا نعمل شغله، نيجي هون ستورم هيل شاك. في عندنا اول ريل بوس في الجيم، اول مين بوس في الجيم، مش صعب، هو توتوريال بوس فعليا اكثر من شيء ثاني. بدنا نروح نجرب نقتله، اذا مات معانا مات، اذا ما مات راح نرجع له الحلقه الجايه عشان الوقت. بس انه يعني صرنا ماشيين ب 20 دقيقه، لا معانا وقت بنقتله. لو ما ماتش وان شوت بنجربه لحد يموت.
الفكرة اني بدي افوت على الفيرست بوس هلا قبل ما ابلش اكمل مسح للمنطقة، وقبل من ما اني ابلش في النايت بوسز، لسبب انه راح يعطيني سولز وراح يعطيني اكسس على تاليزمان باوتش، فبالتالي راح اقدر احمل 2 تاليزمان. النايت بوسز حاليا هم لساتهم اقوى منا، ليفلهم اعلى منا، راح نتغلب، راح نقدر نقتلهم، بس الفكره راح نتغلب شوي فيهم، فمش غلط يكون معانا تاليزمان ثانيه نرفع كمان ليفلين ثلاثه قبل ما نضربهم. طبعا بنفس الوقت زي ما بحكي دائما استنوا، هذا الزلمه حاب يموت، وانت كمان اهلا وسهلا عليهم الشباب. زي ما حكيت البوسز راح يضلوا موجودين نو ماتر وات، اي وقت انت بترجع له البوس راح يكون موجود، بامكانك تقتله اي وقت. شفت حالك مش قادر، دمجك واطي، بدك تعمل ابجريد مره ثانيه، اعمل ابجريد وارجع له. انا فايت يعني زي ما حكيت لكم، انا لاعب الجيم ماشي فيها خاتمها، جايب بلاتينوم تروفي، فا اوكي انا فاهم الميكانكس. كل بوس له ميكانكس معينه، له صعوبته، في بوسز صعبه على الكاستر وسهله على الميلي، في بوسز سهله على الميلي وصعبه على الكاستر، فخذ وقتك. انا ام راشينج ثينجز، انا عم بمشي بسرعه في الجيم لسبب انه الكونتنت كتير كبير، الجيم كتير كبير، في كتير شغلات لازم اغطيها، فعشان هيك انا ماشي بسرعه. بس انت خذ وقتك، البوس ما قدرت، الدراغون اللي في البحيره ما قدرت تقتله، روح اعمل فارم وارجع اقتله. البوس هذا نفس الشيء. طبعا في هون في سامون ساين، مو شرط تجيبه بس له كوست لاين. هلا شوف، لما تعمل سامون انت في الوضع الطبيعي لما يكون بوس فايت وعملت سامون لام بي سي او حتى بلاير صاحبك جبته يساعدك، اللي راح يصير هون انه هيلث البوس راح يكبر. لما يكبر هيلث البوس راح يصعب عليك الموضوع شوي، بس بالمقابل اذا انت عملت سامون لا سبيريتس لا ما بيكبرش هيلث البوس. فالاسهل لك، الاسهل لاي شخص بده يلعب يكون هيلث البوس اقل، فبالتالي ما بنعمل سامون. في بعض الاحيان بنضطر نعمل سامون لانه هذا الام بي سي بكون ريليتد لكويست لاين، فبعيننا الله بناخده معنا بشكل عام، فممكن نعمل له سامون بيساعدنا بالفايت مش غلط. طبعا اكيد هذا راح يكبر هيلث البوس، بس وي كان مانج، يعني انا اي تراست، انا واثق انه انتم راح تقدروا تقتلوه، اذا انا قدرت قتلته انتم بتقدروا تقتلوه. تمام، بنفوت بنظبط امورنا، نشرب الفلاس. اذا بدك تعمل سامون بامكانك، هون الكات سين تاعه. Emboldened by the flame of ambition. زي ما انتم شايفين مستر مارجت واحد عصبي وما بدوش حدا ياخذ الالدر رينج. الميكانيكس اول وحده هاي دوجبل، طبعا احنا بدنا نعرف التايمينج تاع الدوج، وهاي اوكي بدنا نشرح الفايت لو سمحت. زي ما انتم شايفين هاي الضربه اذا كنت واقف عنه بعيد بصير يرمي عليك خنجرين من بعيد. الضربات هاي بسيطه دوجبل، ما مش المفروض تطلبك. هاي بتأخر فيها شوي فأدخل الدوج تاعك. وهذه أيضا هيل. هيك عملنا له ستاجر. ما لحقنا الكريتيكال، هذا فيس 2 بيحمل معه الشاكوش. الشاكوش انتبهوا من الكومبو تاعه، بصير في عنده كومبو خمس ضربات. كومبو الخمس ضربات هذا راح يكون مؤذي، فراح تموت منه وان شوت. هاي اتفقنا يو كان دوج. لو مات الام بي سي عادي
هذا الكومبو اللي بحكي عنه، هيل هيل شايفين كومبو 5 ضربات قتلني. هاي الفكرة، هاي الميكانيكس زي ما شايفين هي دول جبل، هي مو صعبة، احنا دمجنا عليه كتير كويس. البلود لوس او البليد اللي البليد بروك اللي عم بصير منيح، نقدر نعمل له ستاجر، نقدر نعمل له كريتيكال هيت. زي ما حكيت لك ما قدرت تقتله، اتس اوكي. بلاس بس تو فاحنا اهم شيء بس تفوت اي بوس فايت تروح تجيب السولز تاعونك عشان ما يضيعوا. هيل وهيك ماركت مات. هذا زي ما قلت لكم هذا التوتوريال بوس للجيم، باعتبار هو اول مين بوس. هذا له تروفي طبعا زي ما شايفين، قتلناه اخذنا تاليزمان باوتش، كونه اخذنا تاليزمان باوتش زي ما شايفين. انا ليش مش مركب اللي معي استامنا ريكفري، وفتحين لنا كمان سلوت كونه عم بشتغل تشارج اتاكس، فبنركب الاكس تاليزمان. هيك بنكون قتلنا اول بوس. من هون نرجع على ستورم هيل شاك. اذا متذكرين هناك كانت في الام بي سي من لفل عندها اللي اسمها رودريغا، من لفل عندها السبيريتس. قلت لكم بس تروح نقتل اول بوس، بنرجع هون بناخذ جولدن سيد. تمام، من هون اعتقد ما ضل معنا وقت بالضبط. ملخص عن اللي عملناه اليوم، اللي عملناه اليوم مشينا على منطقه البيتش هون، خلصنا 2 دنجنز، مسحنا المكان هذا، قتلنا البوس هون. المنطقه هون تحت برضه مشينا فيها من هون تحت، اخذنا اللوت، فاحنا تقريبا مخلصين كل منطقه البحيره هاي كلياتها كامله. اللي ضايلين المره الجايه بدنا نمشي هون في المنطقه فوق، بدنا نقتل بعض النايت بوسز ونمشي في المنطقه هون، بعدين بنروح على القلعه. طبعا انت هلا في هاي اللحظه انت بامكانك تفوت القلعه تلفل بزياده، ترجع للنايت بوسز اذا ما قدرت لهم. ما راح تفوت القلعه بدون ما تقتل البوس، فانت بامكانك ترجع تفرن تسحب هاي المنطقه كلياتها، تعمل فارم لوت، تلفل حالك وترجع للبوس هذا لو ما زبط معك. زي ما انتم شايفين اذا انت معك الويبون وعامل له ابجريد بلس 4 زي ما انا عامل، المفروض ما يغلبك. نعمل ابجريد بيجر 21، بعديها راح امشي في الانديورنس. شكرا لكم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالفيديو. معكم جيمي ونشوفكم في الحلقه اللي جايه.